لا يستطيع فومياسو ياماكاوا الذي يعيش في أوكيناوا أن يتخيل حياته من دون الرياضة. يشارك هذا الياباني البالغ 93 عاما من العمر في سباقات الماراثون، يمارس السباحة والجمباز، أما التمرين المميز لهذا المعمر فهو الوقوف على الرأس. يوهينا شيغي تكبر السيد ياماكاوا بسبع سنوات، وهي تكرس وقت فراغها لهوايتها المحببة، فهذه المسنة البالغة 100 عام من العمر هي إحدى كبار هواة الكاراوكي. يمارس يوشي يوغي فنون القتال منذ طفولته، وفي عمر 80 ما زال يعد أحد المدربين المفضلين للفنون القتالية في الجزيرة. ما سر هؤلاء الأشخاص الاستثنائيين؟ ولماذا خفضت ساعاتهم البيولوجية من سرعتها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها يقوم عدد من العلماء الروس بالسفر حول العالم. هذا قارب حفيدي وهذا قاربي، هو أخف وزنا من باقي القوارب. هدف هذه البعثة زيارة أماكن فريدة من نوعها يعيش فيها الناس أطول من المعتاد. كبار سكان هذه المناطق كشفوا دون علم منهم سر الحياة الطويلة والنشطة. كان شيئا لا يصدق، فقد عاش شخصان عمر كل منهما 100 عام في الحي نفسه وكان بصحة تامة. اهتداء بحياة هؤلاء المعمرين سنحاول استنباط الصيغة الأمثل لطول العمر. قواعد حياة ابن 100 سنة. قواعد حياة ابن 100 سنة، أوكيناوا. اليابان. بقي هذا البلد الغامض 100 سنين منقطعاً عن العالم الخارجي، إلى أن رفع عنه الستار الحديدي في أواخر القرن 19. صارت البلاد في القرن 21 موطناً لمعجزة اقتصادية حقيقية، لكن اليابان الحديثة تكشف أيضاً عن معجزات مختلفة، فمواطنوها يعيشون أطول من كل سكان الكوكب، بمؤمل حياة عند الولادة يزيد قليلاً عن 82 عاماً. تسهم أوكيناوا المدارية بقسط كبير في هذا الإنجاز، وهي الجزيرة الواقعة في أقصى الجنوب من بين الجزر اليابانية، والحاملة رقماً قياسياً عالمياً في عدد المعمرين. اسمي أليك جوسيف، أنا عالم أحياء، عمري 35. يترأس أليك جوسيف أحد مخابر علم الأحياء في جامعة قازان الاتحادية، ويتعاون على مدى الأعوام 12 الأخيرة مع زملاء له من بلاد الشمس المشرقة، منها وكالة الفضاء اليابانية على سبيل المثال. ويعرف العالم الروسي بشكل جيد لغة هذا البلد وخصوصياته الثقافية. الموضوع الرئيس الذي يدرسه عالم الأحياء هو الكائنات الحية التي تملك نوعا خاصا من القدرات الخارقة. وبرأي أليك فإن بعض هذه الكائنات الحية يمكن أن تدل الإنسان على وسيلة غير عادية لمحاربة الشيخوخة. إحدى هذه الظواهر التي تهمني شخصياً هي ظاهرة نقص الاستقلاب. هذا يحدث عندما يتباطأ المسار الطبيعي لعمر الجسم فينام، وتتوقف تقريباً كل العمليات داخله. كثير من الحيوانات مثل الدب أو الثدييات الأخرى تنام أيضاً لفترات زمنية طويلة بما يكفي، وهذا ما يسمى السبات الشتوية. ولكن توجد أمثلة قصوى وسأريكم واحداً منها. هذه يرقة حشرة البعوض الطنان. تعيش هذه السلالة من البعوض في مناطق نيجيريا الجافة، وخلال فترة القحط تدخل اليرقات في حالة الركود الحيوي العميق. أثبت العلماء أن سبات البعوض قد يمتد لأعوام بل حتى لعشرات السنين. إن الحالة التي توجد فيها اليرقات، حالة الركود الحيوي، لا تقع ضمن أطر تعريفنا للحياة أو الموت، فهي ليست كائنات حية إذ لا تجري فيها العمليات الحيوية، ولكنها في الوقت نفسه ليست كائنات ميتة، لأنه بإمكاننا الآن أن نعيدها إلى الحياة ولا يلزمنا لفعل ذلك أي معدات خاصة. تنام هذه الحشرات المجهرية في أنبوب اختبار منذ 3 سنوات ونصف، وكما هو الحال في ظروف الحياة الطبيعية فإن الماء هو الذي يعيدها إلى الحياة. تمتص اليرقات المستيقظة السائل مثل الإسفنجة وتعود كلياً إلى الحياة خلال 50 دقيقة من بدء التجربة.
حتى لو وضعناها في الفضاء الخارجي وعدنا إليها بعد عدة سنوات، وهذا ما سبق لنا أن فعلناه ضمن تجاربنا، فإنها ستحيا وستتابع دورة حياتها. والخلاصة من وجهة نظر علمية شبيهة بما حدث في قصة الأميرة النائمة، وهي أن الحياة تتوقف كليا، فلا يشيخ الجسم طوال هذا الوقت. وهذه الطريقة التي توحي لنا بها الطبيعة هي إحدى الحلول التي تسمح لنا بخداع ساعاتنا البيولوجية وتوقيف الحياة وإعادة تفعيلها عند الحاجة. يعرف العالم الروسي أليك جوسيف شخصيا عددا من المعمرين، فجميع المسنين تخطوا 90 من العمر. وحدث لقاؤه الأول مع أحد المعمرين في مكان غير متوقع. كان هذا المبنى ذو الطابق الواحد مركز الحياة الاجتماعية لقرية ميبارو، وكانت أبوابه مفتوحة دائما لأبناء القرية. واليوم تغني هذه المرأة الأكبر سنا في قرية الصيادين هذه. اسمي يوهينا شيغي، عمري 100 عام. يبلغ عدد سكان ميبارو المعاصرة حوالي 200 نسمة. وعندما ولدت هذه المرأة لم يكن عدد سكان القرية يتجاوز 30. كان الوضع قاسياً، كان والدي صياد سمك، وكنت وجدتي نبيع ما يصطاده في السوق. كنا نحمل كل يوم السلال الملأ بالأسماك على ظهورنا، وأنا أتعجب كيف أن رجلي ما زالتا على ما يرام حتى الآن. في السابق لم يكن الماء الصالح للشرب قد وصل إلى البيوت، فكنت أحمل الماء من المدرسة، وكنت أساعد في أعمال الحديقة، وإلى اليوم أقوم بنفسي بكل أعمال المنزل. تتعلق كل حياة هذه المرأة تقريباً بالبحر، فالمسافة من منزلها إلى الشاطئ تستغرق أقل من دقيقة مشياً، كما أن الجزء الأكبر من وقت فراغها تقضيه على الشاطئ. أتمشى على الشاطئ كل يوم، أحاول أن أمشي حافية، أتنزه حتى لو كان الجو ماطراً. وغالباً ما نجتمع هنا أنا والجيران، نجلس على الرمال ونثرثر من أجل أن يعيش الإنسان طويلاً ولا يذبل بسرعة كالخضر. عليه أن يعامل الجميع معاملة حسنة، وأن يخالط الجميع، وأن يكتسب الكثير من الأصدقاء. وأنا شخصياً أكون لوحدي فقط عندما أتناول الطعام. إن أول ما أدهشني وأثار استغرابي هو أنه لدى استقبال أشخاص غرباء تماماً كانت بطلتنا ودودة ومنفتحة كلياً، وقد دعتنا إلى المنزل. عشت مدة طويلة في اليابان وأدرك أن اليابانيين شعب متحفظ ومنغلق إلى حد ما، أما أوكيناوا فإنها مختلفة من هذه الناحية. أوكيناوا المشمسة هي منطقة يابانية متميزة، كانت لمدة 450 عاماً دولة مستقلة تحمل اسم مملكة ريوكيو، وكانت لديها قوانينها ولغتها وعاداتها الخاصة. ولم تصبح الجزيرة جزءاً من الأراضي اليابانية إلا في عام 1872 فقط. وأوكيناوا الحالية واحدة من أهم المحافظات الصغيرة في بلاد الشمس المشرقة، والمكان الوحيد في البلاد الذي لا تتساقط فيه الثلوج أبداً. عندما لا يكون هناك أعاصير ولا أمواج عالية، نخرج أنا وجارتي إلى البحر، وأنا ما زلت قادرة أن أجدف بنفسي. بصراحة لا يعجبني صيد السمك، أما الأصداف والمحار فأنا أجمعها بكل سرور، وهذا شيء ممتع جدا، ما أن يتراجع المد حتى أبدأ مباشرة بجمعها. أعتقد أن هذه المرأة قوية روحيا وجسديا. ذهبنا سوية إلى الشاطئ وأرتني القاربة ورفعناه معا. قدرت أنه يزن حوالي 30 كيلوغراماً، أما الجدة فقد رفعته بروية تامة. خلال أحاديثنا لم نتطرق أبداً لموضوع العجز أو عن حدود ما لقدراتها. كان هناك شعور بأن حياتها فيما يتعلق بما يمكنها أن تفعله بشكل يومي لم يتغير كثيراً في العقود الثلاثة أو الخمسة الأخيرة.
أوكيناوا أحد الأماكن القليلة التي تجري فيه دراسات على معمريه منذ سبعينات القرن الماضي، وأول من قام بهذه الدراسات هو رجل ما زال يعمل في الجزيرة حتى اليوم. أنا ماكوتو سوزوكي، أستاذ شرف في جامعة ريوكيو. عمري 81 عاماً. قدم ماكوتو سوزوكي إلى أوكيناوا من طوكيو عام 72 من القرن الماضي، وكانت مهمة هذا الطبيب المختص بالأمراض القلبية تحسين النظام الصحي المحلي. وسريعاً ما واجه الطبيب القادم من العاصمة مشكلة غير متوقعة، فأكثرية المسنين الذين كانوا تحت وصايته لم يحتاجوا للعلاج حتى وإن بلغوا 100. سمعت أنه في إحدى القرى تعيش امرأة معمرة اسمها كيميسان. توجهت إلى هناك بالحافلة، وعند المحطة التقيت بامرأة مسنة. كانت تمشي حاملة سلالاً كبيرة على ظهرها، فسألتها أين لي أن أجد كيميسان؟ فأجابتني اتبعني. وصلنا إلى أحد المنازل، دخلنا، فسألتها مجدداً أين تعيش كيميسان؟ فقالت المرأة ببساطة أنا هي. تحادثنا وتبين لي بأن جارتها أيضا بلغت 100 عام قبل وقت قصير. كان هذا شيئا لا يصدق، فقد عاش شخصان معمران في الحي نفسه وكان بأتم الصحة. بعد معاينة كل معمري أوكيناوا تبين أن 90% منهم أصحاء تماما، وهذه الحقيقة المدهشة حددت اتجاه الجهد العلمي لماكوتو سوزوكي، فقد أصبحت دراسة الظاهرة الأوكيناوية الشاذة قضية حياة طبيب الأمراض القلبية. خلال عملي اهتممت بالعوامل الوراثية، وأنا واثق أن الوراثة تلعب دوراً كبيراً. واللافت للنظر أن حوالي 200,000 أوكيناوي يعيشون الآن في البرازيل، وقد قمنا بتحليل مقارن وتبين لنا بأن مدة حياة أوكيناويي البرازيل أقصر بكثير، فالمهاجرون وأنجالهم يعيشون أقل ب17 عاماً من الأوكيناويين الذين يعيشون في وطنهم، ما يعني أن الوسط المحيط أهم من المكون الوراثي. يقوم اختصاصي الشيخوخة ذو الاسم العالمي ماكوتو سوزوكي لأكثر من 40 عاماً بتحليل إنجازات مواطنيه على صعيد طول العمر. أي المكونات في نمط حياتهم تبطئ الشيخوخة؟ وما سر الصحة الاستثنائية التي ينعم بها السكان المحليون؟ أعتقد أن هناك 4 عوامل: الثقافة الغذائية، والنشاط الجسدي، نظام التعاون المتبادل، والسلوك. فيما يخص الصحة الجسدية والاجتماعية فالأمر مفهوم إلى حد ما، أما بالنسبة للسلوك فهو أصعب تفسيرا، ولكني واثق بأن نمط حياة الأوكيناويين هو ما يميزهم عن باقي اليابانيين. لا ينوي الأستاذ سوزوكي وقد بلغ 80 أن يتقاعد، إذ يقوم مع زملائه دورياً بتجديد أرشيفه الفريد من نوعه. تحتوي هذه الرفوف على معطيات عن كل معمري أوكيناوا، ومن بين مئات الملفات البيضاء يوجد ملف يوهينا شيغا شخصي. وعدا عن عمرها الطاعن، فإن لدى هذه المعمرة الرائعة خصوصية مدهشة، ذلك أنها وقد بلغت 100 عام ونيف ما زالت تبني مخططاتها للمستقبل. أعتقد أنه من الضروري أن تمارس شيئاً ما إذا أردت أن تعيش طويلاً. عندي رغبة في زراعة قصب السكر، ولكن أقربائي يمنعونني، فهم يقولون: ألا تتذكرين كم صار عمرك؟ كيف ستعملين لوحدك في الحقل؟ تحدثنا مع إنسانة يفوق عمرها متوسط عمر الفرد بعشرات السنين، ولم تنطق خلال حديثها أبداً بكلمات تدل على أنها تعاني بسبب عمرها، أو أنها طاعنة في السن، أو أنها تريد أن تكون شابة. الشيء الوحيد الذي كان يقلقها خلال محادثاتنا هو لون شعرها.
لا تلاحظ صائدة السمك من قرية ميبارو عمرها بالمرة، فهي تعيش حياة نشطة، وكان هذا سبباً للقيام بدراسة صغيرة أدت إلى نتائج متعددة الدلالة. سنقوم الآن باختبار قصير. خذي قلماً وارسمي شكل ساعة، ثم ضع الوقت الواحدة إلا ربعاً. اختبار الساعات الكلاسيكي يسمح بالتحديد السريع لعلامات الاختلال الوظيفي الذهني. رسمت المعمرة الأوكيناوية ساعة مستطيلة الشكل، وحتى أنها رسمت عليها كل الأرقام، ولكنها فعلت هذا بترتيب معكوس. والآن حدد الساعة الواحدة إلى ربعا. لم يسبب الرسم المصحح صعوبة للعجوز، فأتمت يوهينا المهمة المطلوبة بلا مشاكل. يعني هذا من وجهة نظر علمية أننا نشاهد أولى علامات التدهور العقلي، ولكن على ما يبدو فإن هذه العلامات ما زالت عديمة الأثر، فهي لا تؤثر سلبا ولا تعيقها عن أن تعيش حياة طبيعية، فتتواصل مع الجيران وتغني الكاراوكي، كما لم يمنعها ذلك من أن تعيش حياتها اليومية. أوكيناوا اليابانية الصغيرة مركز للحياة المديدة، واليوم يقيم هناك 319 معمرا. حتى المعارك الدامية خلال الحرب العالمية الثانية لم تستطع أن تعيق هذا المؤشر الخيالي. نتيجة لتلك المعارك قتل تقريبا ثلث سكان الجزيرة المدنيين، وتهدمت أغلب المناطق السكنية بالكامل، ولم يبق من مدينة ناها المركزية إلا شارع واحد. اسمي أندري تشوريلوف، وأنا أترأس جمعية أوكيناوا روسيا، عمري 37. أندري تشوريلوف ابن موسكو أصبح أوكيناوياً في عام 2002، وهو اليوم مترجم حائز على شهادة دراسات عليا في اختصاص الثقافة اليابانية من الجامعة المحلية، وخلال 12 عاماً عرف الكثير عن طابع الجزيرة وتاريخها وعادات سكانها. وتشهد بعض تقاليد الجزيرة بأن تسمية أوكيناوا القديمة ومعناها أرض الخالدين السعداء لم تكن عبثاً. لديهم مهرجان شعائري يسمى كاجيمايا. فعندما يبلغ شخص مسن 97 من العمر، يجلسونه في عربة ويعطونه طاحونة هوائية كما لو أنه طفل صغير، ويتنزهون به في الشارع. وإذا ما سألتهم أي مشاريع لديكم للمستقبل، فسوف يجيبون جميعا بالأساس: المهم أن نعيش حتى الكاجيمايا. السبب الرئيس لانتقال أندري للعيش في اليابان هو شغفه بالفنون القتالية، وتعتبر أوكيناوا بالتحديد موطن لعبة الكاراتيه الشهيرة، ولكن ما اجتذب الشاب الروسي هو لعبة قتالية مختلفة تماما. بشكل مائل واضح، إذا فعلنا هكذا فإن السيف سينثني. نرفعه فوق الرأس ونضرب بشدة. أعيد الكرة. ينقل المدرب هاماموتو مهاراته إلى تلاميذه طوال 6 أيام في الأسبوع. لم يترك أجداده السيف على امتداد 14 جيلاً، أما خبرة المعلم نفسه فتتعدى 70 عاماً. اسمي هاماموتو هيساو، عمري 78 عاماً. بصراحة لم أتوقع، خاصة تحكمه في جسده، التقنية المثالية، سلالة الحركة، كما أن مظهره الخارجي لا يعكس عمره الحقيقي، فإذا ما التقيته في الشارع سأقدر أن عمره 50 عاماً أو 55 على الأكثر. القاعدة الأهم للمدرب المعمر هي الانضباط الحديدي، ونظامه اليومي هو نظام رياضي صارم. أكل كل شيء، ولكني لا أفرط في تناول الطعام أبداً، ولم يحدث أبداً أن أكثرت من تناول اللحوم. أستيقظ عادة في 6 صباحاً،
أتناول الفطور، أقوم بأعمال المنزل وأذهب إلى قصر الفنون القتالية. في البداية أمشي 4 كيلومترات سيراً على الأقدام في الحديقة. في الساعة 9 تبدأ التمارين وأنام في 11 مساءً. إن حياة هذا المتقاعد الياباني هي عبارة عن عمل متواصل لتطوير نفسه، فهو كما في السابق يتمرن 4 ساعات في اليوم. ويطلق المعلم على هذا السيف الحاد الذي يزن كيلوغرامين اسم السلاح الأهم في محاربة الشيخوخة. أما علاقته بعمره فهي سر آخر من أسرار طول عمر الرجل ذي 78 عاما. فنادرا ما يتذكر السيد هاماموتو عمره الشخصي كغالبية المعمرين الأوكيناويين. نحن نرى في الشيخوخة والتقدم في العمر شراً لا بد منه، أو شكلاً من أشكال المأساة، وتعكس ذلك الكلمات التي نستخدمها مثل مرحلة الذبول. أما بالنسبة لهؤلاء الناس فتشعر بأنهم يصادقون الوقت، فهم لا يذبلون بل يعيشون مرحلة محددة من حياتهم مقرونة ببعض التغيرات التي يتأقلمون معها بشكل طبيعي ولا تترك أثراً سلبياً ما. ندفع، تحرك خطوة بالرجل الأخرى، هكذا. رب المدرب هاماموتو على طريق نجاحه الطويل 60 تلميذا، وهو اليوم ليس معلم القتال الأكبر سنا في الجزيرة. ففي الطابق الثاني يقوم مدرب في 80 من عمره باستعراض مهاراته. يقوم الرياضيون الذين بلغوا العقد 9 بتدريباتهم بشكل دوري في قاعة التمرين. أنا لا أشعر بعمري، بل حتى لا أفكر فيه. ببساطة أنا أتمرن كل يوم وأتحدث مع تلاميذي. إذا كنت تتعاطى بشكل دائم مع الشباب فستصبح أكثر شباباً. لقد احتفلت بعيد ميلادي 78 وما زال عندي 28 سناً. أليس هذا شيئاً نادراً؟ واحد من أشهر معمري أوكيناوا يبدأ يومه أيضاً بالتمارين الرياضية الصعبة. ومن أجل مشاهدة هذه الظاهرة غير الاعتيادية علينا أن نكون على شاطئ المدينة في 6 صباحاً. يحظى هذا الشاطئ الصغير بشعبية كبيرة لدى سكانناها المسنين، فقبل الفجر بساعة تبدأ مجموعة من المتقاعدين في ممارسة التمارين هنا. وجرت العادة أن يكون أول الواصلين إلى الشاطئ هو هذا الرجل الطاعن في السن. اسمي ييميكاوا فومياسو. أتممت 93 من العمر. إن علاقة هذا المسن ذي 93 عاما بالرياضة الصباحية أكثر جدية من الآخرين، وتتألف تدريباته من مجموعة تمارين لا يقوى على القيام بها أشخاص في منتصف العمر. بصراحة لم أشاهد كثيرا من الناس الذين يستطيعون القيام بهذا ولو كانوا أصغر منه بمرتين، حتى أنني لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكنني أن أفعل ذلك. ولكن في 6 على الشاطئ المظلم قبل بزوغ الفجر، هذا بالتأكيد يترك انطباعا غير قابل للوصف. يعني أنه من المدهش أن ترى رجلا تسعينيا يقوم بتمارين صعبة، يركض ويسبح ويقف على رأسه، هذا شيء خيالي. الوقوف على الرأس هو إثبات لاستثنائية اللياقة البدنية للمعمر. والجدير بالذكر أنه قام بتنفيذ هذا التمرين الصعب لأول مرة عندما كان عمره 40 سنة. وبعد 25 عاما شارك السيد ييميكاوا لأول مرة في سباق الماراثون. بدأت أهرول بانتظام في 55. وفي 65 فزت بالماراثون في نها، متأخراً إلى حد ما، أليس كذلك؟ في 69 عرفت أنهم يجرون هنا مسابقات في ألعاب القوى للمتقاعدين، ومنذ ذلك الوقت أنا أشارك فيها، أقوم برمي المطرقة وبالقفز الطويل. بدأ نجاح المعمر في حقل الرياضة بعد تقاعده،
فقبل ذلك لم يكن لدى سيد يمكاوا ما يكفي من الوقت لممارسة الرياضة، فقد كرس الجزء الأكبر من حياته للأعمال المالية الجادة وأنهى حياته المهنية وهو في منصب إداري في بنك ريوكويو. في أوروبا وفي روسيا بالتأكيد يعتبر التقاعد نهاية للحياة النشيطة ذات القيمة الكاملة. أما في اليابان فالوضع مختلف، فلأنه ابن مجتمع تعاوني يحصل كل ياباني بعد بلوغه التقاعد على إمكانية تحقيق رغباته التي لم يحققها قبل هذا العمر. وفي اليابان تقوم أغلبية المنظمات التطوعية على أكتاف المتقاعدين تحديداً، مهما بدا هذا الأمر مستغرباً. تتخذ الحياة بعد التقاعد ألواناً جديدة، وبالتالي لا يحدث هذا الفصل ما بين حياة هامدة وحياة نشطة. عملياً بعد التقاعد يبدأ اليابانيون حياة ثانية. يمكاو فومياسو يشارك في عدة منظمات اجتماعية، وضمن هواياته الخط والرسم والعمل في البستان وجمع الأحجار، وبالطبع تبقى الرياضة في المقام الأول. أستعد حالياً لتسجيل رقم قياسي في رمي المطرقة للمسنين، هدفي التالي القفز الطويل في سن 95. فلم يقم أي ياباني بهذا بعد، والحلم الأهم المشاركة في سباق الجري في عمر 100. ولكني أريد منكم أن تدركوا بوضوح أنني لا أمارس ألعاب القوى من أجل الصحة، فأنا بصحة جيدة. أنا أفعل ذلك لأنني أستمتع بممارسة هواية المفضلة هذه. هذا هو الشيء الذي أعيش لأجله. في أوكيناوا نسمي ذلك إيكيغاي. أعتقد بأن صحة سكان أوكيناوا الروحية مرتبطة بما يسمونه هنا الإيكيغاي. هذه كلمة من الصعب ترجمتها عن اللغة المحلية، ويصعب إيجاد مرادف مناسب لها. يمكن القول إنها تعني معنى الحياة أو الهدف من الحياة، ولكل امرئ إيكيغاي خاص به. فأحد المسنين يقضي جل وقته مع أحفاده، وآخرون يؤدون الرقصات الأوكيناوية أو يغنون الأغاني الشعبية. إيكيغاي هو مفتاح لفلسفة الحياة الأوكيناوية، ولا يتردد أي من سكان الجزيرة في الإجابة عن سؤال: ما هو المكون الرئيسي لوجوده السعيد؟ إيكيغاي هو أن أتواصل مع الجميع وأصادقهم، وأن أقوم بعمل ما دمت أستطيع، وأن أفعل كل ما يعجبني. إيكيغاي بالنسبة لي هو تربية الشباب والبحث عن التلامذة الموهوبين الذين سينقلون مهارتي ومعارفي إلى الأجيال القادمة. إذا أخذنا أصل الكلمة في اللغة المحلية، فإن إيكي تعني العيش، وغاي تعني القيمة، ولكن ليس الثمن كما هو الحال في حياة الأوروبيين، بل بالتحديد القوة الحياتية التي تساعدك في أن تنهض في كل مرة وتستمر في العيش. من النادر أن يتساءل الأوكيناويون عن معنى الحياة، فهم عملياً لا يعرفون الضجر والاكتئاب. منذ مئات السنين وسكان الجزيرة يحلون معاً المشاكل المماثلة بمساعدة جمعيات الصداقة مواي. نشأت هذه الظاهرة الفريدة بشكل عفوي. في السابق كان المشتركون في مواي يقدمون الدعم المالي والاجتماعي لبعضهم البعض. أما اليوم فالمبدأ الأساسي لمثل هذه الجمعيات هو ممارسة الاهتمامات والهوايات المشتركة كالغناء مثلاً. يعتقد علماء الشيخوخة أن إيكيغاي ومواي هي المكونات الفريدة لطول العمر في أوكيناوا. توجد أيضاً لدى غالبية السكان هنا صفات أخرى غير مألوفة في المجتمع المعاصر. متمهلون، يتقبلون
التأخير بكثير من الهدوء، لا يتشنجون ولا يقلقون ولا يحقدون، لأن كل هذا لا يجلب سوى الضرر، وإلى يومنا هذا يحافظون على نمط حياة جماعية تقوم على التعاون المتبادل. توجد كذلك في اللغة المحلية كلمة يومارو، مارو تعني الدائرة، فإذا جمعنا فرضا كل موظفي الشركة فإنك من خلال المظهر الخارجي لن تعرف من منهم مدير الشركة. في أوكيناوا لا توجد سيارات مرتفعة الثمن، والجميع هنا يقودون سيارات مماثلة، وهذا في الواقع مظهر من مظاهر المساواة. يقود موظف البنك السابق ييميكاوا فومياسو دراجته الهوائية عابرا الطريق، ولن تجد في شقة هذا المعمر الكماليات. فالشيء الأكثر قيمة في بيته هو مجموعة الجوائز الرياضية. خلال السنوات العشرين الأخيرة صعد هذا المسن 139 مرة إلى منصة التتويج. لا عجب إذن في أنه وافق بسهولة على الخضوع لاختبار مخالف لما اعتاد عليه. سأقوم وإياك باختبار سهل، سأريك مرة واحدة ومن ثم سنكرر سوية هذه الحركات 3 مرات. هذا التمرين هو اختبار حقيقي لبعض العمليات العقلية، وبواسطته يمكن تقييم الذاكرة العاملة إضافة إلى تناسق حركات الشخص الخاضع للاختبار وتركيزه. والآن افعل ذلك بمفردك 5 مرات. نجحت في ذلك إلى حد معقول، شكرا لك. كيف يمكن العيش طويلا؟ ينبغي ممارسة الرياضة والنوم كما يجب ومعرفة الطريقة المثلى للاسترخاء. يمكن تناول كل شيء، لكن يتعين تجنب الأطعمة الدسمة، والأهم عدم الإفراط. اليوم تحظى الأطعمة الأمريكية بشعبية لدينا، فالشباب يعشقونها، وأعتقد أنهم أصبحوا أكثر عرضة للأمراض من كبار السن. كثيراً ما واجهت أوكيناوا خلال القرن العشرين أوقاتاً عصيبة. لقد تجنبت المعجزة الاقتصادية اليابانية هذه المنطقة، وبقيت الجزيرة إلى عام 72 من القرن الماضي تحت الإدارة المباشرة للولايات المتحدة. ورغم ذلك استطاع الأهالي الحفاظ على نظام التعاون المتبادل التقليدي وعلى العادات التي تميز بها أجدادهم، ولم يتغير النظام الغذائي في الجزيرة عملياً منذ مئات السنين. يعرف البروفيسور كازاخيراتيرا كل شيء عن المطبخ الأوكيناوي، فهو يدرس هذه الأطباق من وجهة نظر علمية منذ ثمانينات القرن الماضي. خذ هذا مثلا، تذوق، هذا يسمى أوميبودو أو عنب البحر، وهو ينمو فقط على ساحل أوكيناوا. هذه الأعشاب البحرية غنية باليود والمعادن، فيما مضى كانوا يلتقطونه من البحر، أما اليوم فهم يستنبتونه في مزارع خاصة. وما هذه؟ هذا تشيمبورا، وهو طبق أوكيناوي تقليدي يعد من الخضار والبيض وجبن الصويا المقلي. يحتوي جبن الصويا على الكثير من البروتين النباتي، ويتناوله سكان أوكيناوا كل يوم تقريبا.
الأعشاب البحرية المختلفة والخضار وجبن الصويا التوفو هي أكثر المكونات استخداماً في المطبخ الأوكيناوي، وبالإضافة إلى هذه المواد يدخل في الوجبة اليومية لسكان الجزيرة لحم الخنزير وثمار البحر، على سبيل المثال الساشيمي وهي شرائح رقيقة من السمك الني. الطعام الأوكيناوي متنوع جداً وأساسه توازن كل مكوناته بدون أي إفراط. قارنا طوال 30 عاماً الحمية الغذائية الأوكيناوية بحمية سكان البلدان الأخرى وتوصلنا إلى النتيجة التالية، إن نظامنا الغذائي هو أساس نمط العيش الصحي. بحسب إحصائيات البروفيسور تايرو، فإن المسنين المحليين لا يصابون عملياً بسرطان المعدة، كما أن نسبة الأوكيناويين الذين يعانون من البدانة هي الأقل بين سائر اليابانيين. إن لهذه الميزات أسباباً متعددة، إحداها موجودة على الطاولة، فمهما تناول الأوكيناوي من طعام فإن غذائه سيكون موزعاً على حصص صغيرة. في هذه المناطق يعتبر تناول الطعام من دون إفراط تقليداً قديماً يسمى هاراهاتشيبو. تتألف هارا هاتشيبو من قسمين، هارا وتعني جسدنا أو معدتنا، أما هاتشيبو فتعني 0.8 أي 80%، وهذا يعني أنه لا يجب أن يأكل المرء حتى امتلاء معدته، بل ينبغي ترك فراغ صغير، وهذا هو ضمان الصحة. إن هذا المبدأ قديم جدا وهو جزء من عقليتنا، وغالبا ما نسمع المسنين يرددون التخمة ضارة جدا، بدا لي وكأنهم لا يضعون ملحا في الطعام. أصبت تماما. بالنسبة لاستهلاك الملح فإن أوكيناوا تشغل الموقع الأخير في اليابان، وهذا ليس بالشيء الجديد، وهو سبب قلة الإصابات بالجلطات الدماغية وبأمراض القلب والشرايين عندنا. هذا البيت في مدينة نيسيهارا ملك لمعمر أوكيناوي، ولديه اليوم مناسبة سعيدة، فقد جاء 3 أجيال من أسرة إيفاو لزيارة كبير الأسرة الذي أتم مؤخرا عامه الأول بعد 100. اسمي إيتاكاتزو إيفاو، ولدت في 29 من تشرين الثاني من عام 1913. ولد إيتاكاتزو إيفاو في جزيرة كيوم المجاورة على بعد 100 كيلومتر من أوكيناوا، وقضى نصف حياته الأول في أزمنة المحن القاسية وأصعبها الحرب العالمية الثانية. ففي آب من عام 45 من القرن الماضي وجد المدفعي الثلاثيني نفسه في منشوريا الصينية. كانت القوات السوفيتية قد بدأت تقترب من منشوريا، كانوا يقصفونها كل يوم، ولم نكن نجد مكانا نختبئ فيه من قذائفهم. لقد دمروا بطارية المدفعية بالكامل، وأصبت إصابة بليغة وجرحت رجلي. فيما بعد استيقظت في مستشفى روسي. قيد الياباني ذو البنية القوية من معسكر الأسرى إلى آسيا الوسطى، وظل يعمل في بناء محطة كهرومائية في إحدى الجمهوريات السوفيتية حتى عام 1950. هذا عامل، عامل حديد، عامل خرسانة، قل للآمر إن العامل جيد جدا، جيد جدا، أفهمت؟ هذا المعمر ما زال إلى اليوم يدهش المحيطين به باستخدامه عبارات باللغة الروسية. إن عدم وجود التصلب هو من أهم سمات طول العمر، كما أظهر المعمرون المشاركون في المشروع أكثر من مرة الحالة الجيدة لذاكرتهم، ولم يكن إيتاكاتزو إيفاو استثناء بينهم، ذلك ما أثبته الاختبار الأخير في برنامجنا. فلنبدأ. أين نحن الآن؟ نيسيهارا، حي تي اي، المنزل رقم 153. شكرا جزيلا. في اي يوم من ايام الاسبوع؟ الاحد. اعد وتذكر هذه الكلمات الخمس: قمر، قمر، هرة، هرة، قلم رصاص، قلم رصاص، زهرة، زهرة، سيارة، سيارة،
كيف هو حال ذاكرتك؟ أظنها ليست سيئة. إذن كرر الكلمات. قمر، سيارة، هرة. لقد سمى من دون أن يخطئ يوم الأسبوع والمكان الذي نتواجد فيه، وكرر بشكل صحيح ثلاث كلمات من أصل خمس، وهي ليست الكلمات الأسهل، وهذا ما يعتبر نتيجة رائعة بالنسبة لعمره. لم ينجح المعمر من نسخار في حل الاختبار الذهني فحسب، بل إنه أذهل خبيرنا بحالته الجسدية، واقترح المعمر على الضيف أن يتبارى معه في قوة الأيدي. هيا 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 هيا، ولم يخسر. وماذا وراء صحة هذا الرجل الخيالية؟ أعتقد أن السر الرئيس هو عائلتي. لدي 7 أولاد و30 حفيداً و40 من أبناء الأحفاد، بعضهم لا أذكر أسماءهم، لكنهم دائماً يتذكرونني ويعتنون بي طوال الوقت، يدعمونني، يزورونني بشكل دائم، ويهدونني كل يوم الفرح والقوة من أجل أن أحيا. يرى علماء الشيخوخة أن ضرر الإنعزال الاجتماعي على المسنين يعادل ضرر التدخين، ويوافقهم في ذلك العالم الروسي أليك جوسيف. فالعائلة المتحابة والدائرة الواسعة من الأصدقاء تساعد على إطالة العمر. تصبح محاربة الشعور بالوحدة واحدة من قواعد طول العمر في أوكيناوا. أولاً، عيشوا من دون أن تلتفتوا إلى الوقت. لا تخشوا أن يفوتكم فعل شيء ما، ولكن في الوقت نفسه حافظوا على إيقاع معين. اجعلوا لأنفسكم نظاماً. ثانياً، الروابط الاجتماعية المتينة والتواصل، فكل معمرين يتواصلون مع الأقرباء والأصدقاء ومع تلاميذهم. وأخيراً، إيكيغاي، وهذا يعني ممارسة شيء ما أو هواية تفرحكم كل يوم وتجلب لكم الرضا وتهديكم سنوات حياة إضافية. الشيخوخة الصحية النشطة والسعيدة هي نتيجة جهد يومي. يلعب الجانب الوراثي دوراً هاماً، ولكنه ليس الدور الرئيس، وهذا يعني أن طول حياة المرء بين يديه تقريباً. لقد قاربت بعثتنا التلفزيونية على الانتهاء. قواعد حياة ابن 100 سنة زارت خلال عام كل الأماكن المعروفة بكثافة معمريها. 8 من العلماء الروس درسوا خبرات ومنجزات 35 معمراً، وأمامكم نتيجة هذه الرحلة العلمية، مجموعة قوانين طول العمر الصحي. الجهد العقلي والجسدي، الروابط الاجتماعية المتينة، الغذاء المتوازن، التفاؤل، العمل المحبب، نمط العيش المنظم، المراجعة الطبية الدورية، والمناخ المعتدل.